إلى الانتخابات التركية، حيث كتب الكاتب إحسان أكطاش حول ما تقوله استطلاعات الرأي حول الانتخابات التركية قائلا: هناك وسائل إعلام عالمية تقول أن انتخابات 14 من مايو أيار ستكون أهم انتخابات في العالم. أيضا قال: على مدى العقد الماضي شهدت مؤسسات الأبحاث السياسية انتكاسات كبيرة، لأن القطاع ليس قطاعا ربحيا ولا يعطي فرصة لإضفاء الطابع المؤسسي، وبعض شركات استطلاع الرأي تقدم بيانات وفق أهوائها بدلا من البيانات الصحيحة. ففي الفترة التي سبقت انتخابات عام 2023، ادعت بعض الشركات أن حزب الشعب الجمهوري حصل على 30% من الأصوات، وأعلنت بعض الشركات أن أصوات حزب الجيد بلغت 19%. لقد أعلنوا فوز تحالف الأمة المعارض في الانتخابات قبل عام من حدوثها، ولم يغيروا قرارهم أبدا. وخلال الأيام العشرة الماضية أدلت الشركات العالمية في تحالف الأمة بتصريحها زعمت فيها أن تحالف الأمة تقدم في نسبة الأصوات وحصل على 55 إلى 60%. بصفتنا مركز الأبحاث جينار، نجري تقييمات حول اتجاه السياسة، وفي بحثنا المكثف بعد الزلزال اكتشفنا نتائج مذهلة: أن 80% من الشعب التركي يعتقد أن تركيا لم تكن مستعدة للزلزال على الإطلاق. أما بالنسبة للأشخاص الذين يقولون إن أردوغان سيكون القائد الذي يمكنه بناء المدن التي تعرضت للزلزال، فقد تجاوزت 65% من الأتراك يعتقدون ذلك. وطرحنا سؤالا عما إذا كانت هناك انتخابات من ستختار؟ فكانت النتائج كالتالي: حزب العدالة والتنمية حصل على 40.7%، وحزب الشعب الجمهوري حصل على 23.2%، وحزب الشعوب الديمقراطي حل ثالثا بنسبة 10.8%، أما حزب الحركة القومية فذهب إلى 6.7%، حزب الجيد لم يتخطى 7%، وحزب الوطن وقف عند 4.5%، وحزب العمال التركي فقط حصل على 1.9%، وحزب الرفاه الجديد الذي يقوده فاتح أربكان فقط أخذ 1.4% بأقل من 1.5% من أصوات الناخبين، وبقية الأحزاب الأخرى في تركيا لم تحصل على سوى 2.8%. لا يسنح هذا المشهد لتحالف الأمة فرصة للحكم بمفرده، ولا فرصة للانتقال إلى نظام برلماني. أردوغان مرشح يمتلك ميزات للانتخابات الرئاسية. إذا بقي أردوغان وكليتشدار أوغلو بمفردهما في التنافس على الانتخابات، فمن المرجح أن يحصل أردوغان فوق 52% من الأصوات، وكليتشدار أوغلو دون 48% من أصوات الأتراك.